ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته، قال: فإن كان الحال بقلة العدو وبعده وألا حائل دونه يستر كما وصفت، أمرت بصلاة الخوف هكذا. قال: فقال: قد عرفت أن الرواية في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين. قال: فكيف خالفت حديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ فقلت له: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خوات بن جبير، وقال سهم ابن أبي حثمة بقريب من معناه، وحفظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خوات متقدم الصحبة والسن. فقال: هل من حجة أكثر من تقدم صحبته؟ فقلت: نعم، ما وصفت فيه من الشبه بمعنى كتاب الله. قال: فأين يوافق كتاب الله؟ قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وقال سبحانه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: يعني والله أعلم، فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف. فلما فرق الله سبحانه بين الصلاة في الخوف وفي الأمن حياطة لأهل دينه أن ينال منهم عدوهم غرة. نعم، وهذه يبين لك كيف حكمة الله للفعل. ولذلك خالد بن الوليد قال: انتظروا فإن لهم صلاة أحب عليهم من أنفسهم. نعم، مش على إيه؟ لكن هو بيبين هنا أن الشافعي لم يأخذ بالتنويع، أخذ بالترجيح. لذلك احنا نبين أننا في هذا الباب بس يأتي بجزء منها، نبين أنه عندما اختلفت الروايات الاختلاف على أنواع، الاختلاف يوجب الترجيح، يوجب النسخ، يوجب الإيش؟ التنويع. فهنا الشافعي ذهب إلى الترجيح لا إلى التنويع، وأحمد ذهب إلى التنويع، قال بأن كل صلاة الخوف كل ما أتى منها فهو صحيح. لكن خلاص خلينا نختمها هنا. لكن الشافعي عندما رجح ورجع في الرجحان رجحها لعلل ثلاثة. قال: إننا الترجح في هذا لها حديث خوات، قال بأنه أول شيء هي توافق ظاهر القرآن، الصلاة أنه يكون وجاه العدو على أنه يجعل بالطائفتين، طائفة تأخذ الجزء الأول والثاني، الطائفة الثانية تأخذ الجزء الثاني. فهو بيقول أولا هي توافق ظاهر القرآن اللي هو فيه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فقال فلتأتي طائفة أخرى فليصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهو قال توافق ظاهر القرآن. والأمر العلة الأمر الثاني أن هذا ما فعله الصحابة، يعني صلوا بهذه الصلاة اللي جاءت عن خوات. وأيضا لأن التأصيل العام، عليكم السلام وبركاته، التأصيل العام هو إيش؟ الاحتياط للصلاة، الاحتياط للحذر من العدو. وقال هذه أكثر حذرا، يعني هذه الطريقة أكثر حذرا، يكون أكثر حذرا. وطبعا إذا كانت أكثر حذرا يبقى هي التي يأتوا بها، على أساس أنه الأصل في ذلك هو حماية إيش؟ حماية الجيش. كما استدل في الترجيح أيضا بكونها تعدل بين الطائفتين بحيث لا تمتاز طائفة عن أخرى. واستدل على ذلك أيضا بأن ركحانها بأنه إحدى الطائفتين لا تصلي في وقت صلاة الأخرى، وبالتالي يكون لها القدرة على الحماية والحراسة. ترجع للنقطة الأولى في الترجيح، والنقطة الثانية في الترجيح وهي أكثر حذرا في هذا الباب.
فحقيقة الأمر نحن نقول بأن هذه الروايات الاتجاهات كلها ثابتة عليه السلام، وهذه القصة متعددة، وأن السلام يعني فعل ذلك والصحابة فعلوا ذلك، فكان الأولى بذلك هو إيش؟ التنويع، التنويع، التنويع بينها، وهذا هو هو السنة. ثم قال وجه آخر من الاختلاف، نعم وجه آخر في الاختلاف، أتى برضو أيضا بهذا الباب عشان يبين لك علاقة السنة بالسنة، وأنها لو جاءت مختلفة هو بينظر في الأرجح أو ينظر في مسألة كما قلت إما التجميع وإما وإما الترجيح. لا خلاص، قال وجه آخر من الاختلاف. قال الشافعي قال لي قائل، قال الإمام رحمه الله وجه آخر في من الاختلاف. قال الشافعي رحمه الله قال لي قائل قد اختلف في التشهد، فروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. هو في قوله كما يعلمهم السورة، هذه التي أودت بها الشافعي أنه يرجح هذه الرواية، لأنه قال معناها فيها شدة الحرص على تعليمهم إياك تعليمهم السورة. نعم. فقال في مبتداه ثلاث كلمات التحيات لله، فبأي التشهد أخذت؟ فقلت أخبرنا مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا، ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه، أثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتا. فكان الذي نذهب إليه أن عمر رضي الله عنه لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم صرنا إليه وكان أولى بنا. قال وما هو؟ يعني هو بيقول الآن أنا عن عمر بن الخطاب أنه يعني لو أخذنا برواية عمر بن الخطاب يعني رواية تعليمية فيها الإجماع السكوتي، لأنه قام على المنبر يقول للناس على مسألة التشهد أنه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم والجميع يقر له به بذلك، فكان إجماعا سكوتيا، فهي مادة ترجيح عند الشافعي في هذا الباب للتشهد. نعم. قال الشافعي رحمه الله أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الشافعي رحمه الله فقال فأنا ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي، فروى ابن مسعود رضي الله عنه خلاف هذا، وروى أبو موسى رضي الله عنه خلاف هذا، وجابر خلاف هذا، وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه، ثم علم عمر رضي الله عنه الخلاف هذا كله في بعض لفظه، وكذلك تشهد عائشة رضي الله عنها، وكذلك تشهد ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيها شيء إلا في لفظ شيء في إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه، وقد يزيد بعضها الشيء عن بعض. فقلت له الأمر بين هذا بين، قال فأبنه لي. قلت كل كلام أريد به تعظيم الله، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس خف يا شيخ، بس دتايل بعد الأذان. إذا هذه مسألة برضو أيضا جاءت فيها الاختلاف في الروايات، جاءت اختلاف روايات التشهد، وكما قلنا النظر إليها إما أن يكون على مسألة التنويع أو مسألة الترجيح أو مسألة التخيير، وهناك أيضا من قال هناك جزء مشترك بين الروايات المختلفة فأكون هذا الراجح نأتي بها، فمن أتى بالجزء المشترك فقد أتى بجميع الروايات.
لكن كما قلنا مادة ترجيح عمر بن الخطاب أنه قد علمهم على المنبر والجميع يسمع من الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا. وأما ابن مسعود فمادة الترجيح عنده أنه قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فيها ضبط وإتقان هنا وحفظ. والذي ورد عنه أيضا أنه تكلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الدعاء، قال علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعم. فكل لفظ جاء لتعظيم الله عز وجل يكون قد اتفق على المعنى في جميع الروايات. لكن أيضا الشافعي نحى نحو الإيش الترجيح، نحى هنا نحو الترجيح. وقد يقال في الترجيح أنه قد يستوعب اللفظ كل المعاني ويكون أكثر لفظا، يعني الرواية جاءت أكثر لفظا وهي تحوي أكثر المعاني الذي فيها تعظيم الله جل في علاه فيرجحها، لأنه يقول هذا هو الأكمل، الذي استوعب يكون هو الأكمل. والمعنى الثاني فيه أنه كما قلت إذا كان بمحفل من الصحابة، لذلك خالف ابن مسعود رواية عمر كان يقول السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته حيا وميتا. ابن مسعود قال إذا مات يقال إيش السلام على النبي، فقال عمر بن الخطاب أصلا هو يعلم الناس جميعا، ما أحد قد اختلف على عمر بن الخطاب ولا راجع عمر بن الخطاب في ذلك، فترجح على رواية ابن مسعود. الشافعي يرجح رواية ابن مسعود، ليش؟ للضبط والإتقان، يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. لكن مسألة الوجهة الأخرى في الترجيح لعمر بن الخطاب أقوى، وهي إجماع سكوتي. أو لا إجماع سكوتي، ونقول اللفظ الأوسع يكون هو الأرجح، اللفظ الأوسع، لأن الجميع دار نحو التحيات الزاكيات والطيبات والصلوات، الجميع دار نحو تعظيم الله جل في علاه، فاللفظ الأوسع في ذلك هو الأرجح، اللفظ الأوسع هو الأرجح. لكننا الذي يهمنا هنا أصوليا أن الإمام الشافعي بيّن بأنه لو جاءت الأحاديث مختلفة اختلفت ألفاظها يبقى لنا أمور فيها. الأمر الأول إن كانت بالمعنى دل ذلك على أنه يجوز الرواية بالمعنى، وإن كانت الألفاظ هم حفظوها بالألفاظ وحقيقة الأمر أنها بالألفاظ، يعني جاءت متنوعة لأن بعضها جاء أوسع من بعض وبعضها جاء يعني أرجح من بعض. فالعلماء يقولون إذا ثبت عن الجميع وتنوع الرواية، تنوعت عن الصحابة ابن عباس ابن مسعود عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري، فلما تنوعت والجميع يسمع ويروي غير ما يروي قلنا بأنهم فيهم شيء مشترك وهو تعظيم الله جل وعلا. وده اللي قالوا بعض العلماء، قال نرجح بأن نأتي بشيء مشترك يكون أتى بالجميع، لكنه سيترك كثير من التي اتسعت في مسألة التشهد أو التنويع. يقول طارة نأخذ تشهد ابن مسعود، طارة يكون تشهد عمر، طارة يكون تشهد ابن عباس، طارة كنت تشهد أبي موسى الأشعري في هذا الباب، يكون التنويع. أو أنه يقول هو مخير، أي رواية أخذها صحت، هذا كلام صحيح مع التخير الترجيح، أي رواية أخذها صحت، لكن مع التخير يكون إيش الترجيح نعم، فيكون مع التخير الترجيح في الأكمل في الليل الأوسع رواية والتي تشهد لتعظيم الله. لكن هنا الشافعي بيّن لنا هنا عند اختلاف الألفاظ في هذا الباب إن لم يكن التنويع فيكون الإيش الترجيح، وفي الترجيح يأتي بما بالقرائن التي تجعله يرجح. ده أصوليا لابد نستفيد من هنا في مسألة اختلاف الألفاظ، لما جاءت الروايات متعددة وأنت أصلا عليك أن ترجح، واجب عليك أن ترجح ما دعت إليه القرينة للترجيح، فهو يمنع أمرين، يمنع إيه؟ لا ما يمنعوش، لو وجد بيقول به هو يمنع الجمع، يمنع الترجيح تشهية، يمنع الترجيح تشهية. والأمر الثاني أنه يقول لابد هنا لملكة العالم، يكون عنده ملكة فقهية، ملكة العالم في القرينة التي تجعله إيش تجعله يرجح نعم. لا بيرجح تشهد ابن مسعود، بيقول بس يقول ده الأرجح، دي الأكمل طبعا، دي الأكمل عنده بس فقط. لا 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 على ان هذه هي الاكمل، فهي الاصل في هذا الباب انه بين لنا كيفيه ايضا ماده الترجيح لابد ان تكون على القرينه، ودي ده عمل طالب علم المجد او العالم المجتهد، تكون عنده سمات
سمات الشخصية والملكة التي أرزق الله إياها، وهذه ملكة يصطفيها الله. كما قلت أخ أمس، قلت له العلم ده اصطفاء. والله أنا أردت أبين له أنه افهم أصلا الآن أنت تبعد 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 تبعد، وسيسلب الله منك ما كان عندك، أو يثبته تماما. المسألة دائرة عليك أنت في قلبك. فالمسألة العلم ده اصطفاء، والترجيح أيضا اصطفاء من الله جل وعلا، لأنها ملكة من الملكات. وزي قلنا أن هذه السجية في النفس وإل في النفس على فهم الفقه، هذه نعمة من الله جل وعلا، دي نعمة من الله جل وعلا. ما في لا بكثرة الحفظ ولا بكثرة الاطلاع ولا بمداومة حتى النظر في الترجيح، قط ما ليس لها علاقة بهذا خالص. محض نعمة من الله اصطفاء. فهي المسألة كلها دائرة على القلب. من الذي اصطفى الله قلبه لذلك؟ لذلك انت ممكن تسمع لعالم من عالم وتشوف ترجحات هذا العالم ترجحات هذا العالم، ترى عالما موفقا جدا، فان نظرت لقولي وقول كثير من العلماء يوافق العلماء، وهناك من يخالف، هذا ما عندوش الملكه، انما الثاني اعطاه الله الملكه. الملكه دي نعمه من الله، منحه. المنحه من الله لا يعطيها الله لاي احد. وهذه كما قلت العلم، اصل العلم اللي يقولوها ثمينه، ايضا لا يعطى اي احد. ربك له حكم وشؤون في مسألة الاصطفاء. فسبحان الله، سبحان من عمى على أقوام وأعطى آخرين، وسبحان من سحب أقوام من محل قد يرتفعون فيه ويرتقون ووضعهم ليضعهم، ووضعهم في غير ليضعهم. نعم. والمسألة كما قلت دائرة على ما في على ما في على ما في الداخل، على ما في الداخل. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرضي ربه جل وعلا فيستطيعه. اللهم أمين. أبانا. نعم. وقال زاد تعظيم، وقال فيها أنه لما قال يعلمنا شدة كما يعلمنا الإيش، يبدي معناها إيه؟ شدة الحرص وشدة، أو أيضا إعطاء الأكمل والأفضل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.